الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد. سنة أبو داود، كتاب الحمام، باب ما جاء في التعري. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر الهذلي ومن الثقات، وثقه ابن معين، وثقه أيضا أبو حاتم الرازي قال صدوق، وأبو زرع الرازي قال ثقة، مسلم بن القاسم قال ثقة، ابن قانع قال ثقة ثبت. أمين أمين. عن يحيى بن سعيد الأموي ابن أبان الكوفي ليس به بأس، هو من الثقات. سعيد الأموي هو من الثقات، نعم، ليس به بأس. عن عثمان بن حكيم عليه السلام كاتب، نعم، حجر عليه السلام كاتب. احنا في الدرس، انتوا فين؟ طيب خلاص تعالوا لي. لا لا تعال، تفضلوا تفضلوا، انا انتهي من الدرس ان شاء الله. قبل ما تاتوا تكون انتهيت انا من الدرس ان شاء الله. اتشرف، السلام عليكم. عن عثمان بن حكيم الانصاري الاوسي من الثقات، وثقه ابو حاتم الرازي قال ثقه، ابو زرعه قال صالح، يحيى بن معين قال ثقه، والنسائي قال ايضا ثقه. عن ابي امامه بن سهل، هو اسعد بن سهل بن حنيف الانصاري ابو امامه. البخاري قال: ادرك النبي ولم يسمع منه، لذلك قال هو له رؤيا. عن المسعود بن مخرمه رضي الله عنه قال: حملت حجرا ثقيلا فبينما امشي فسقط عني ثوبي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ عليك ثوبك ولا تمشي عراة، خذ عليك ثوبك ولا تمشي عراة. تعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا لما كانوا يبنون الكعبه فسقط منه السروال، يعني او ان العباس امره ان ياخذ سرواله ويضعه على كتفه فسقط مغشيا عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تظهر عورته. فهنا كانه حمل حجرا ثقيلا فسقط الرداء وسقط الازار، فلما سقط ظهرت عورته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ عليك ثوبك ولا تمشي عورة، خذ عليك ثوبك ولا تمشي عورة، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان يتكشف المرء عورته، ان الله يحب الستين ويحب الحياء والستر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعذبان وما يعذبان في كبير، اما احدهما فكان لا يستتر من بوله، كان لا يستتر من بوله. الثاني قال: قالوا يا رسول الله عورتنا ما ناتي منها وما نظر، يسالونه لما تكلم العورات وكشف العورات وبين ان هذه يعني معصيه من المعاصي، فقالوا: عورتنا ما ناتي منها وما نظر. قال: احفظ عوراتك الا من زوجتك، الا من زوجتك او ما ملكت يمينك. قلت: يا رسول الله، اذا كان القوم بعضهم في بعض، قال: ان استطعت الا يرينها احد. قلت: يا رسول الله، اذا كان احدنا خاليا، قال: الله احق ان يستحيا منه، قال: الله احق ان يستحيا منه. نعم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم امر بالستر ونهى عن التكشف، فقال: احفظ عليك عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك. هذا دلاله على ان غيرها، هذا اعتبر معي العموم، غير الزوجه وملك اليمين يحق اظهار العوره. ففيه دلاله على جواز نظر الرجل الى عوره امراته ونظر المراه الى عوره الزوج. بالحديث: لا يرى مني ولا ارى منه، حديث ضعيف جدا لم يصح. بل استدل العلماء لما قالت: انا كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد، انه يرى منها وترى يفارقكم الا عند الغائط، وعند حين يفضي الرجل الى اهله فاستحيوهم واكرمهم. احاديث لم يصح، لكن هو الصحيح ان نقول بانه الاصل انه التستر، والاصل عدم اظهار العوره الا على قال يعني الا على ما ملكت اليمين والزوجه. والحديث اخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه، وقال الترمذي: حسن. نعم. والمساله هنا روايه بهز بن حكيم عن ابيه عن جده مختلف فيها، والصحيح الراجح انها سلسله حسنه، بل قدموها على عمرو شعيب عن ابيه عن جده، وفيها كما قلنا ستر العورات ووجوب ستر العورات الا على الازواج او ما ملكت اليمين. الفوائد المستنبطه:
اهتمام الولي بالرعية والإنكار عليهم واستقامة الدين به، وجوب ستر العورة، الاستثناء معيار العموم إلا من زوجتك أو مالكة يمينك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.